السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من جنبات دوار بالناصر الشمالي ودوار أهل الحارج، عملية الهدم مستمرة، واليوم كانت عملية هدم خاصة بحضور السيد الوالي والي جهة الرباط سلا القنيطرة السيد اليعقوبي، كان حاضر اليوم في عملية الهدم وتتبع ومراقبة ومواكبة جديد ملف قاطني دور الصفيح بمدينة تمارة. عملية الهدم اليوم مشات على أوسع نطاق وشملت الملحقة الإدارية الثانية والملحقة الإدارية الثالثة والثامنة، مجموعة من النقاط كذلك الملحقة الإدارية السادسة. عملية الهدم مشات في واحد الاتجاه اللي هو ممتاز، أرقام في ارتفاع متواصل. قريبا كأول دوار غادي يمشي إن شاء الله هو دوار أهل الحارج ودوار بالناصر الشمالي، وكما كتشوفوا هنا مجموعة من البراريك اللي كانت في الجنبات ديال الطريق فشملات عملية الهدم. نتحدث على نهاية دور الصفيح بمدينة تمارة، مدينة تمارة اللي كتعتبر ثاني مدينة في المغرب من ناحية ديال العدد ديال دور الصفيح، واللي كتعتبر فيها أكبر عدد ديال الدواوير. اليوم وبالقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فكنشوفوا القضاء على كل ما هو عشوائي وتوفير السكن اللائق اللي كيحفظ الكرامة ديال المواطنين. اكيد كاين الناس اللي التحقوا بالسكن ديالهم، وكاين الناس اللي باقين كيقلبوا على 2 المليون، وعلى ذكر 2.5 المليون فجوج المليون حاليا هي اللي كاينه. اليوم كنت واقف مع السيد الوالي والسيده القائده الملحقه الاداريه الثانيه والسيد القائد الملحقه الاداريه الثالثه، فالمؤكد حاليا هو 2 المليون، لربما كنسمعوا الخمسه في نقط اخرى. فهذا الشيء كنتمنى من الله يكون قرار حاسم، لان الناس بعض الاحيان كيتبرزطوا مساكن بالتفكير، كيشوفوا راسهم حتى كيدفعوا 2 المليون وكيبقى يتسناو. المطلوب حاليا هو تسريع الاجراءات المتعلقه بالناس ديال الكريدي، لان لحدود الساعه كيدخلوا غير صحاب الكاش هما اللي كيدخلوا للشقاق باستثناء السيكتور 2 و3 اللي دخلوا ليه الساكنه ديالو. السيكتور 4 و5 و6 و7 و1 و8 حتى شي واحد ما دخل من صحاب الكريدي لحدود الساعه. الكل غيتسائل ما مصير اصحاب الشكايات. فكنبغي ناكد واحد النقطه اللي هي مهمه، السلطات المحليه واقفه على كل كبيره وصغيره وكتحاول تحل جميع المشاكل اللي كاينه في الدوار، ومنه نستنتج انه ان شاء الله الشكايات والمشاكل اللي كاينين في الدوار غيتحلوا ان شاء الله عما قريب. وغادي نوافيكم بمجموعه من الفيديوهات اللي غادي تشوفوهم معنا ان شاء الله في هذا الويكاند، اللي غادي نقربكم من مجموعه من النقاط اللي هي ايجابيه واللي كتبشر بالخير. الكل ينتظر بفارغ الصبر نهايه دوار اهل الحارج، دوار بالناصر الشمالي ودوار بالناصر الجنوبي، دوار بالمكي حي الزرق. كنهضروا على مباشره انطلاق اشغال الترامواي بمدينه تمارة، واللي غادي ينطلق من الجهه الشماليه مرورا دوار اهل الحارج ودوار بالناصر الشمالي في اتجاه نقطه النهايه محطه القطار تمارة. هذا الشطر الاول اللي راه حاليا معطل على الانطلاقه ديالو، فكنتمنى من الله انه تم تسريع الوتيره وتسهيل الاجراءات كما كيوصي صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله فيما يتعلق بتسريع الاجراءات القانونيه والاداريه والوثائق، وهذا باش الامور تمشي بسلاسه. هذا كل ما كاين في الامر متتبعينا الكرام، دائما مباشره من مدينه تمارة. كنقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه والبارطاج مع الاصدقاء باش دائما يوصلكم الجديد، وغادي نحاولوا ما امكن نديروا اللي في جهدنا. التفاعل ديالكم كيخلينا نزيدوا نعطيو اكثر ونقربوكم من كل كبيره وصغيره. تهلاو ليا فراسكم، تلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.